شربت قهوة على روح المرحوم أبويا؟ حط الصينية هنا. مش تقولي اتفضل اقعد يا معلم رشاد؟ خد قهوتك واتكل على الله. حكم العتبة جديدة وأنا بتشائم. الدكان ده يسوى له كام بقى بالصلاة على النبي؟ نقول يعني 5 جنيه. معقول ولا لا؟ لا خليهم 3. انت برضو راجل على قد حالك وانا راجل قلبي طيب. طعمه حلو يا رشاد مش كده؟ البن؟ لا الشبع بعد جوع. حلو بس بيقولوا ان الجوع اللي بعد شبع بيبقى طعمه علقم. العلم ده اللي بيخوفي بيه العيال الصغيرين، لكن الرجال اللي زينا بيحلوا بيه. جد الله يرحمه حسنين القماش كان بيقول لي الكلام ده. فاكر جدي ولا نسيته؟ لا ما نسيتوش. هو ابويا راح له عشان يحلوا بقى المشاكل اللي بينهم وبين بعض وقصاد اللي خالقهم. افرح افرح لك يومين كده واعمل معلم وتدرسي مع الخال. اه يمكن ترضي النقص اللي جواك. بس اوعى تفرح قوي. ها طول ما انا موجود في السوق اوعى تطمن ابدا. ما بلاش انا بلاش انا اطلع. انا بخاف ابلع ريقي لحسن اتسم. بلاش ما تقلقش الحياه ما بتبلعش سمها. هما 3 جنيه عشان انا راجل قلبه طيب.